اليوم نحن هنا نحتفل اليوم العالمي لكيفية تنظيف المرأة عن الحيض، وهو موضوع جديد يحتفل به العالم في كل سنة. ونحن الآن في هذا اليوم احتفلنا مدينة عرتا اليوم العالمي لتنظيف المرأة عن الحيض، وقد أقمنا في هذه القاعة الرائعة عن ما تقوم به المرأة من كيفية تنظيف الحيض، وإذا جاء الحيض وهي في داخل المدرسة ماذا تقوم به. وقد تساعد الإدارة في ما يتعلق بهذا الأمر، لأن الإدارة لديها ما تنظف به المرأة من نفسها عن هذا الحيض، وقد وزعت على الطالبات الموجودات في هذا المكان قسماً أو قسطاً كبيراً من الأدوات التنظيفية لهذا الحيض، وها هي الموجودة أمامنا. وكان هذا اليوم يوماً رائعاً، وأنا أنصح لجميع الفتيات اللواتي في قسم الدراسة أن لا يخفن عن هذا الشيء، لأن هذا الشيء طبيعي قد خلقهن الله في رحمهن، وهو شيء أمر أوجدهن الله فيهن، وهذا أمر طبيعي. فإذا شعرنا فليبلغنا المسؤولات عن المدرسة أو المسؤولين عن المدرسة.